FM. الكلمة ليك. ده سؤال وجيه جدا، ونحب نأكد اللي كونه أول حاجة من وين التلميذ ومخطط استثماري على مدى 5 سنوات. مخطط استثماري يدور 5 سنوات، ومؤسسات الدولة اليوم مؤسسات السلطة التنفيذية اللي تشرف عليها حركة نداء تونس، نبدأ من المجلس المحلي للتنمية إلى وزارة التنمية إلى مختلف الوزارات، قاعدين يحضروا في المخطط الاستثماري القادم اللي باش نبدلوا به من وين التنمية على مستوى وطني، في إطار الدفع إلى توزيع عادل للثروات، إلى الفعل داخل المناطق المحرومة، إلى التأثير على البنية التحتية، إلى الرفع من المقدرة الشرائية، وبدأت لي ميزور بالنسبة للمقدرة الشرائية وحصوها المواطنين الكل. بدأت السيد وزير التجارة والمصالح المختلفة اللي لها، خاطر تعرف مشكل وين مدام اليوم؟ المشكل الفساد انخر البلاد، المشكل في هياكل الرقابة، هياك الرقابة ولا تحاميها حراميها. انتم نواب وينهم اللي قارد فوق؟ انتم اللي نحن المبادرة التشريعية تنطلق ميناء الحكومة، مع العلم وأنه 10 نواب ينجموا يقوموا بمبادرة تشريعية في إطار قانون. نحن دورنا مش كان في مجلس نواب شعب، دورنا حتى على مستوى جهوي من خلال اللجان الجهوية في إطار المجلس الجهوي المؤقت. نعطيك أنا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في بن عروس، تو عملنا 2 اجتماعات، اجتماع الخميس اللي فات واجتماع الخميس هذا، عيتنا لرئيس مدير العام الجديد نتاع سوتيماغ مرشد قرو، عيتنا لهيكل الرقابة، عيتنا للشرطة البلدية. اليوم ضرورة الضغط على تجار التفصيل، الضغط على الأسعار باش المواطن، خاطر قطاع الإنتاج قاعد مستغل، ومسالك التوزيع فيها برشا سمسارة وفيها برشا مشاكل، وما فماش غياب كلي للدولة، وما فماش هيك تاع الرقابة. حتى بيعن مرشي نوار تاع مواد غذائية اليوم، اليوم ماشي البصل، وفما مرشي نوار وفما كاز كومبونساسيون قاعدين يترفقوا فيها ويدبروا في روسهم وكذا. اليوم فما خور كبير، فما غياب للدولة، وغياب الدولة يفضي بالضرورة لكثرة الرشوة، الاستغلال كذا، معناه فما إشكال إداري بحت. الدولة مسؤوليتها ومس نواب شعب مسؤوليته. الكلمة ليك.